الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. التحية لجماهير الغالي الطلابية المرتفين حلوا فعالية السلف الصالح، والتحية للسلف الصالح ذاتهم اللي لدونا، أو الناس المتبعين السلف الصالح ما هم ذاتهم السلف الصالح، ما فريق كبير لدونا الفرصة بتاعت النقاش. الزول ده قبل هبش حاجة كده، قال كلام عن زول كده، الكلام ده أنا حرقني شديد. اتكلم عن شهاب الدين يحيى السهروردي. شهاب الدين يحيى السهروردي، الزول ده اغتيل او اغتال في 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 العهد بتاع صلاح الدين الايوبي. الزول ده قتلوا صلاح الدين الايوبي ليه؟ قتلوا يا اخي عشان الزول ده اثبت وجود الله، اثبت وجود الله. عنده جدليه اسمها جدليه النور. السهروردي في احتمال مجموعه تكون من الطوائف الدينيه واللا دينيه قامت عندها رؤيه حول الوجود. في ناس قالوا يا اخي الوجود ده ماده ولا مادة، يعني هسه قاعدين في المادة وفي عالم ثاني اسمه اللا مادة ما فيه حاجة. في ناس قالوا نحن قاعدين في عالم بتاع مادة كده يعني بأجسادنا دي، في عالم ثاني اسمه عالم الخزائن، ده نحن متجسدين فيه ثاني بأشكال ثانية وهيئات ثانية. طيب في ناس قالوا نحن في عالم الطبيعة وفي عالم ما وراء الطبيعة. السهروردي ده قال شنو؟ كعالم إسلامي صوفي. الزول ده هسه قام شنو؟ نقده. السهروردي قال يا اخي العالم ده مجموعه عباره عن شنو؟ ضوء، ضوء في شكل طبقات. نحن في الطبقه الدنيا من الضوء ده، تمام؟ الضوء ده طيب المفروض يكون فيه شنو؟ في مركزيه او في مركز طالع منه الضوء ده. الضوء ده قال طالع من وين؟ من الله سبحانه وتعالى. اذا الضوء اللي طالع من الله بتمثل في طبقات، الى الطبقه الدنيا اللي نحن موجودين فيها هسه دي بتمثل فيها بهيئتنا وباشكالنا اللي موجودين فيها نحن كده. تمام، بجي للنقطة الثانية، ده بالنسبة ليحيى شهاب الدين يحيى السهروردي. يتكلم عن الشيخ البرعي، وأنا ما من أتبع الشيخ البرعي، أنا زول صوفي، صوفي يعني ما متمسك بالصوفية لكن صوفي، بطبع للطريقة العركية. والتحية لشيخي يوسف أبشرة في أبحراس رحمه الله. طيب يا جماعة، طيب الزول ده يتكلم، خلونا واقعيين يا جماعه، نتكلم كلام علمي. قال الزول ده الشيخ البرعي قلب الانثى ذكر، او قلب الانثى الذكر انثى. ما بيفهمك انت، يلا يا جماعه احنا ونبقى ناس عاقلين شويه. الفرق بين الذكر والانثى شنو؟ كلام علمي. الفرق بين الذكر والانثى شنو؟ هنا في فرج وهنا في ذكر، صح؟ طيب انصار السنه، اول الاخواننا السلفيين، انا عندي لك سؤال. هلك هالك وترك 40 مليون وذكر وانثى وخنثى، هتورث الخنثى ده كيف يا جماعه؟ ما زول برضه صح ولا ما صح؟ انسان ولا ما انسان؟ لكن خنثى عنده فرج وعنده ذكر. طيب توريث الخنثى كيف؟ عشان انا اقلب لك الذكر وانثى حسي هنا ده، حسي بقلبه لك. قول لي كيف؟ طيب كيف نفرق؟ طيب قلب الذكر انثى. طيب يا جماعه نحن لما نجي نورث الخنثى دي، هلك هالك وترك 40 مليون وذكر وانثى وخنثى، وذكر وانثى وخنثى، هذه ده نورثه كيف؟ لا عارفين انه ولد ولا عارفين انه بنت، تمام؟ الشيخ البرعي قام عمل شنو؟ قال يا اخي جيبوا لي الخنثى دي هنا. الخنثى دي شكلها شكل بنت، تمام؟ فقال جيبوا الخنثى دي هنا. طيب يا جماعه الشيخ البرعي عارف انه شنو الفرق بين الانثى والذكر؟ انه هنا في فرق زي ما قلنا وهنا في ذكر، تمام؟ يلا ده فيدنا في شنو في الحكايه دي هنا. قالوا يا اخي نفرق هنا كيف؟ قالوا يا اخي ننظر للمكان اللي بيخرج به البول لا مؤاخذه، ده المكان الطبيعي اللي بيفرق لنا الذكر والانثى. فالناس زي كانوا مفتكرين الشكلية أو المخلوق الكائن الواقف قدامهم ده أنثى، فلما اكتشفوا إنه يا أخي مكان البول اللي بيخرج من الذكر، فالشيخ البرعي قال لهم يا أخي الكائن الموجود ده هنا ذكر وما أنثى، والتوريث في الحالة دي بيكون كده 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 للذكر مثل حظ الأنثيين وباقي الشروط بتاعت آية الميراث. تاني الزول ده قام يا أخي هبش الأخوان المسلمين. وأنا أدي قصة بسيطة عن الشيخ حسن البنا. جاء يعني في 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 كبسوله صغيره كده 30 ثانيه، جاء في جامعه، لقى الجامعه دي اول حاجه يا جماعه ما فيها
ما فيها جامع. اول حاجه عمل شنو؟ جاب صلاية، صلى في نص الجامعه، بعد شويه جو اثنين، بعد شويه ثلاثه، بعد شويه يا اخي المدير بتاع الجامعه راى انه يا اخي لازم شنو؟ يتبني جامع للنازل عشان يمارسوا الصلاه بالشكل المعتاد في حوش الجامعه. فهنا الشاهد الامر بزاويه ايجابيه بشوف يا اخي انه الامام حسن البنا ده ساهم لنا في نشر الدين الاسلامي، او في نشر الدين الاسلامي بطريقه لا مباشره وسط الجامعه بتاع الطلاب. وانت بتنقد في حركه الاخوان المسلمين او الحركه الاسلاميه عموما على وجه العالم، وانت عارف انه او عارف انه يا اخي الحركات المسلحه اللي بتقاتل الاسرائيليين على مستوى غزه وعلى مستوى الجولان هي حركات اسلاميه اخوانيه. بديك مثال، حركه فتح وحركه حماس. حركه فتح انت لو ما عارف اسسها ياسر عرفات ابو عمار ومعه فتحي البلعاوي وخليل الوزير في غزه، وديل كانوا في الاسر التنظيميه للاخوان المسلمين. طيب قال جبال يا اخي الزول ده لخبط انه يا اخي صوفيه واخوان مسلمين، والزول ده كيف يعني يكون يعني في وكوز وصوفي في نفس الوقت؟ طيب بديك كبسوله عن الحركه الاسلاميه او عن جماعه الاخوان الاسلاميين اللي اسسها لنا حسن البنا في مصر، وهو كان طالع من عمق الصوفيه من حركه اسمها الحركه الحصافيه، وامشي اقرا عنها لو ما قريت. طيب الناس تفرق يا جماعه في الصوفيه بين زمان وبين حسي في صوفيه، في ناس موجودين على مستوى السوق السوداني او على مستوى الشوارع السوداني، الزول ده بتجيبه بتقول له يا اخي انا عيان بديك حاجه زي دي كده. فاهمين حاجه؟ يعني كتابه لخبطات وبتاع، ما تقول لي جبتها من وين؟ دي حاجات يعني سبيشال كده. فزمان الصوفيه كانوا زي سهر وردي، واحد بيثبت لك وجود الله في جدليه يعني عجيبه جدا. وحس الصوفيه في نوع من الصوفيه الحس ديل يعني بتجي تقول له يا اخي انا كده 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 بديك كده 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 طوالي. ده عامل فيها صوفي لكن ده ما صوفي، ده دجال عامل فيها صوفي. تمام؟ ف المرجعيه بتاعت الكلام اللي انا قلته قبل بتاعت الخنسه وما الخنسه، اقرا المجلدات بتاعت ترميز الافكار في تصحيح الافكار في فكر رموز الافكار، المير غناني المجلد الثامن. شكرا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا كونه يكون النقاش كده بيكون نقاش مثمر، واحنا نتمنى انه كل الاخوان المسلمين في الجامعه ياخذوا شنو؟ ياخذوا الفرصه بتاعتهم عشان بعدين يتفصلوا زي الواد بتاع المؤتمر الشعبي ده، عرفته؟ ذاك برضه فصله، وده يدل على انكم بتنقسموا، ده دليل واضح برضه انه الاخوان المسلمين انقسموا. طيب ما علينا، انا دار اخواننا زول ده داري يبرر لكلام الكادر الجبيل، وعشان يبرر قام كذب وقام قال كلام ما لا معلش في طالبات قعدات. انا لو كنت في الاسلاميه كان نزلت معك للمستوى ده، لكن احنا في طالبات بنحترمين. طيب قال البرعي قال قلب البيت ولد، وقال البرعي قال الكلام ده قال ما حقيقه، والله الكلام ده انا اوديك مسجد البرعي تقول يدقوك. يا اخوانا تكذب ليه يا اخي؟ هو البرعي قال انا اوديك الكلام، لكن دار اوريك الكذبه وين؟ والزول ده ما فيهم الكلام ذاته وين؟ ما فيهم الكلام. الكلام ده ناقل البرعي عن احمد الطيب البشير، مش عمل البرعي يا اخونا. انت شكلك لسه جاري تحديث الرساله، ما فاهم الحاصل. فهمت؟ الكلام ده ما قاله البرعي. الكلام ده ما عمله البرعي. الكلام ده ما عمله البرعي. الكلام ده عمله منه؟ احمد الطيب البشير، بيزعم انه عمله احمد الطيب البشير. بعد ده قام جاب له هلك هالك وترك واوا الى اخر. وبرضه في النهايه مدانا بيرسوا كمان 40 مليون لازم اتقسمت. بيشيلوا كم كده ان شاء الله، يمكن انا القى من باب قوله تعالى: واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يمكن القى حق السفره ولا كده. طيب قال الشيخ البرعي قال جيبوا لي زول كده وقام شاف الى اخر. طيب نرجع لكتاب البرعي وعشان اوريك انه المساله ما في الميراث. قال: ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه؟ زي شنو؟ زي الميراث؟
قال ده قال يقوم مقام المعجزات. يا اخوانا الميراث معجزه. المعجزه دي معناها شنو؟ معناها ما في زول بيجيب زيها. القران معجزه ولا ما معجزه؟ في زول بيجيب زيه. انشقاق القمر، ربنا قال اقتربت الساعه وشنو؟ وانشق القمر. النبي صلى الله عليه وسلم جابوا له مويه، دخل ايده وسمى الله، المويه سقط الجيش كله. دي شنو يا اخوانا؟ دي معجزات. هل كونك تقسم الميراث دي معجزه من المعجزات؟ كم نفر بيقدر يقسموا الميراث عشان تعرف انه الزول ده كذاب؟ الزول ده كذاب. وكل مره اديك كبسوله، هي ما كبسوله، هي كذبه، هي كذبه، يدوك اديك كبسوله وانا قبضت الكبسوله بتاعتك ولقيتها منتهيه الصلاحيه، فهمت؟ طيب قال طيب المساله الثانيه. طيب قال شنو؟ ايوه قال وقال كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما اتت وهي انثى. يا اخوانا شوف البرعي اكده كيف قال بعدما اتت، جاب لك شنو؟ تاء التانيث. قال وهي، جاب لك ثاني شنو؟ ثاني جاب لك ضمير. قال وهي انثى، اتت ده يدل على التانيث، هي للمذكر والمؤنث، للمؤنث. بعد ده قال انثى، انثى ده مشكل، انت الانثى بتشكل عليك الله، عشان كده احنا نامر البنات كده. المهم طيب قال بعدما اتت وهي انثى. طيب قال شنو؟ قال للذكوره تقلب. تقلب دي كده اغنعني لها بالفيزياء بالعربي بالرندوق، تعال اغنعني. تقلب دي، تقلب معناها شنو؟ تقلب. قام قال لك قلبه الشيخ، وتقلب ده مبني لجنو للمجهول، قلبه احمد الطيب لانه القصيده في مدح احمد الطيب، والضمير في اللغه العربيه يعود الى اقرب مذكور. ما بتقدر تقضي في كلية التربية يا ولدي، دي كبسولة منتهية الصلاحية. طيب الآن برضو من الكبسولات الثانية، طبعا كبسولة إيكوال كذبة، فهمت؟ من الكبسولات الجابة اللي هي الكذبات، قال إنه الحجاب الشايل والإسبيشال، نحن ذاتنا كان عندنا إسبيشال، أنا كان عندي سبيشالايز فور ريدين أند فور إكزامينيشن أند أفتر أند أفتر سم تايمز when I am يعني reading about السلف and about محمد بن عبد الوهاب I am take this بيقول لها شنو هي ال wishes والاماني والكلام الفارغ والخرافات دي كلها خليناها بعيد، الهرطقات. انا برضو كان عندي سبيشال دي. المساله الاولى. المساله الثانيه قال يا اخواننا الصوفيه بينقسموا لاثنين، ان شاء الله اخونا يسر يجي يفصل لك في التقسيم بتاعك الباطل، فهمت؟ قال عشان شنو؟ عشان يقول لك في ناس بيكتبوا الحجبات زي بتاعين السوق هنا وكده، وديل الناس اللي بيكتبوا وكده، وديل الناس جهال. والغريبه انه برضه عنده واحد، هل انت بتكتب ولا مشيت يكتبوا لك؟ دي كبسوله ثانيه، فهمت؟ فالسؤال المنطقي والموضوعي، هل البرعي من الجماعه اللي بيكتبوا ولا من الجماعه الكبار في الصوفيه؟ لو والله تقول لي الان البرعي ده زول جاهل، انا هتكيف منك كيف شديد، خلاص تبقى زيي بيتكلم في الجماعات زي النقطة الآثار الودك دي، تبقى كبسولة مدة صلاحيتها تمام، فهمت؟ تجي توريني البرعي الأدو دكتورة فخرية من الإسلامية ومن الجزيرة ومن النيلين ومن جامعة كردفان، توريني إنه البرعي ده شايل له شايل له حاجة سبيشال زي بتاعتك دي وقاعد يكتب للناس. يا زول ما تكذب علينا، ما تكذب علينا، الصوفية دي منهج كفري. لسه في حاجات أنا ما قريتها لك، ولسه في حاجات. وقال التحية لمنو؟ قال أنا قادر مش تبع بشرة، أوعى تكون بتمشي مع النسوان في السيارة وتقول بشرة إن شاء الله راجل مر، أوعى تكون من ذلك. طيب ده كتاب الفيوضات يا ود الحلال. يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الدفاع بالباطل. ربنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المجادلة بالباطل. ربنا قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يا أخونا الله يهديك، خلي الأخوان المسلمين. يا أخواننا أنا ليه أتبع الباطل ده؟ عشان شنو؟ بيقيف معي بيتين في الجنة، بيقيف معي في الموقف، في القبر، في غيره بيقيف معك، ما بيقيف معك مالك ومال، عشان ما تتورط يوم القيامة. ربنا قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا. طيب انتوا ضليتوا ليه؟ وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا
فأضلون السبيل. عشان ما تباري، ما تباري زول ولا تباري محمد بن عبد الوهاب، ولا ربنا أمرك تباري الإمام مالك. الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا لو لقيت الحديث بخالف قولي أخذ بقول الرسول وهو قولي. تكون زول بتحق الله قال والرسول قال، ربنا قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه شنو أولياء. أنا نصيحتي لك وللكادر الجبال، نصيحتنا كلنا نخلي الهوز ده كله وكلنا نرجع مسلمين نبقى أمة واحدة. لكن تخيل هو لابد لي وأنا لابد له وذاك لابد لي ذاك، ما بنبقى لقمة سائغة في جنو عند الأعداء. عشان كده ربنا قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، وفي قراءة وفارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. طيب نمشي لكلام الجبال بتاع القادرية بتاع بشرة دي والله كبسولة كبيرة لك. طيب أنا والله دايرك من الكلام ده ترجع أبشر ما بينفعك. ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. أبشر وين الآن؟ هو الشر بتاع وين؟ دخلوه في كبسولة في القبر. ما تمشي لأبشر يا الله يهديك، أمسك في الله. أبشر بيقدر يغني عنك حاجة؟ لو بيتصرف خلي الآن يتصرف فوقي. ها أبشر ده لو بيتصرف خليه يجي يتصرف فوقي، أنا ما بيقدر يتصرف. ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. قال والتحية للشيخ أبشرة في أبو حراز، أول مرة أشوف لي كادر بيحيي لي فكي، ما تحيي فكي يا حمادي. طيب طبعا أبشرة ده قادر يعركي مش قادر يعركي صح؟ أبشرة قادر يعركي، عركيين قادرية. ونحن ما عندنا مشكلة مع النسب، نحن مشكلة مع المنهج. فهمت؟ لو بقيت أبوي ومنهجك عاطل ألفخك لما راسك لي. طيب والله يا جد ما بخليك، ما ده دين. صحابة قتلوا أباهم، أبو عبيدة عامر بن الجراح قتل منه؟ قتل أبوه. واحد قتل خاله كذا صحابة رضي الله عنه. في شنو؟ في الدين. يجيني أبشرة وأنا أقوم أدعو من دون الله، وديك تنادي في أبشرة عشان يديها راجل تموت مشرك أو بايع. لا يجب. طيب قال بيتكلم ده كتاب الفيضات الربانية وفيه طبعات كثيرة. قال طبعا يا أخواننا في ناس بيقول لك يا أخ ليه تتكلم عن الناس بأسلوب شديد ولا بد ولا بد. لا، الناس ما بيضحكوا لأنه أنا قاعد أحكي نكات، الناس بيضحكوا لأنه الكلام ده مخالف للكتاب والسنة. فهمت؟ ربنا قال، ربنا سبحانه وتعالى قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. طيب الشيخ بيتكلم عن نفسه كلام كثير جدا. قال وقالوا يا هذا ترك، وقالوا لي يا هذا تركت صلاتك. قالوا للقادر اللي هو شيخ أبشرة ذات. قال ولم يعلموا أني أصلي بمكة. يعني الظهر بتجي الشيخ تلقاه قاعد، ما تقوم تصلي يقول لك لا. انتوا طبعا اهل الظاهر بتصلوا هنا في المسجد بتاع الكليه، ونحن اهل الباطن بنصلي في مكه. مكه ياتا يقول لك مكه هناك، في مكه هناك. وهو ما بصلي الشيخ، الشيخ كذاب لانه ناس مكه صلوا قبل ساعه وقبل نص ساعه. فهمت؟ فهو كذاب. قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا اني اصلي بمكه. أنا داري وريني هل هو ديل من الناس اللي بيكتبوا حجبات وهو داري يوصل لك إنهم ناس جهال، ولا ديل من شيوخ الطرق الصوفية الناس الكبار في الصوفية. قال ولا جامع إلا ولي فيه منبر، ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي. حصل لقاكم القادر دينا؟ ما حصل، كذاب. ولا عالم إلا بعلمي عالم، ولا سالك إلا بفرضي وسنتي. قال ولولا رسول الله، لو بعدين في طالب أو زول داري يشوف أنا بديه الكتاب يقرأ. طيب أو لو هو ذاته دار يقرأ الكلام الآن على الطلبة أنا بديك تقرأ. قال ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. ده بتاع القادرية. فهمت؟ قال مريدي لك البشرى تكون على الوفا، إذا كنت في هم أغيثك بهمتي. قال بغيثك، وده كفر لأنه ما بغيثنا إلا الله. أنا لمريدي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم غيثا نافعا مش وصيبا نافعا. قال أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوتي، وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. يوم الوقيعة ده يوم شنو؟ يوم القيامة. قال بيجي يحضر الميزان بتاعك يسوي شنو؟ إذا خفت موازينك الشيخ بيجي يدخل فيك شنو؟ بديك حسنات زيادة. وربنا يكذب الشيخ ويكذب أبشرة ويكذب أبقنبور. ربنا سبحانه وتعالى قال يوم يفر المرء من منه؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شنو؟ شأن يغنيه.
والله انت تقول التحيه لابشرى وشيخي وفلان ويوم القيامه بيتفك منك. الكلام ده في القران، اقرا القران قبيل ده قال لك كتاب وسنه. نرجع للكتاب والسنه، ربنا سبحانه وتعالى قال: واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. يا الله ذاك ابشرى، يا الله ذاك القادري، يا الله ذاك ابن تيميه لو كنا بندعوه، يا الله ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنا بندعوه، يا الله ذاك محمد بن عبد الوهاب لو كنا بندعوه، يا الله ذاك شيخنا مالك او غيره من الصحابه مثلا لو كنا بندعوه. ربنا قال: فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون. ما كنت بتنادي. والقوا الى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ربنا سبحانه وتعالى قال: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ربنا قال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ربنا قال: ويوم يحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، يعني شيوخ ضلوكم وإنتوا أقيفوا هنا، فزيلنا بينهم، فرقنا بيناتهم، فزيلنا بينهم. وقال شركاؤهم، بعدين أبشر بتبرى منك، زي ما بقول المثل بتاع السوق بيقول شنو؟ جلفانايز. تعرف الجلفانايز؟ مش بيقول لك مسكوه ماسورة؟ بس ده الشيخ بيورطك يوم القيامة. والله أنا معلش قد أكون أنا مثلا ما عندي لباقة في الكلام أو ما ظريف أو كده، لكن بديك الحقيقة كع كده في صحارة أنت أمسكها بأي طريقة، لكن ده الحق لأنه ده القرآن والسنة. ربنا سبحانه وتعالى قال: قال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يقول لك التجاني وأبشرة وكلهم، يقول لك يا زول هوي أنا لقيتك، أنا قلت لك أمسك ورد، أنا عملت لك حاجة، زح مني بعيد، يوم يفر المرء من أخيه. عشان كده ذيل كلهم خليهم، كلهم خليهم أمشي لي قدام. أنا كنت في العليا بنور محمد، وقال حاضر الميزان يوم الواقعة، ما في زول بيحضر معاك الميزان. طيب قال: أنا كنت في العليا بنور محمد. ربنا قال: ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا شنو؟ حاسبين. قال: أنا كنت في العليا بنور محمد، ده الشيخ، وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى، أسمع الكلام ده كيف؟ قال: بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره، وما برد النيران إلا بدعوتي. رأيكم شنو يا أخواننا في الصوفية دي؟ ربنا قال، ربنا سبحانه وتعالى قال: قلنا يا نار كوني شنو؟ بردا وسلاما على إبراهيم. الكلام ده معناه شنو؟ معناه معارضة للدين، بس معناه معارضة للدين. الله يقول كده؟ لا، الصوفية يقولوا كده. فالناس ذي خلوهم يا أخواننا، والله دي نصيحة عليكم، ولا نحن جايين هنا عشان نصهر عليك أو ننتصر عليك أو أنت طلعت فاشل أو كده، ده ما والله ده ما قصدنا. أنا قصدنا أن تعرف الحق، وصح الكلام حار شديد لكن ده الحق. هل أنا الآن أنصحك ولا تمشي يوم القيامة تقول يا الله رجعوني في رجعة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي شنو؟ ها؟ ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. والزول لو جاء بأي حاجة، ببنقو، بمريسة، جاء خنثى مشكل، جاء عديل راجل ذكر غيره، وجاء بمعاصي كثيرة عدا الشرك، ربنا قد يغفر له. لكن جيت بالشرك، كنت بتصلي، عندك خلاوة، تحفظ الناس القرآن، تعرس للناس، تجيب تحل الميراث إلى آخر، وبعد ده عندك شرك بالله زي شغل البرعي، ربنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عشان كده دي المشكلة الكبيرة. ما ممكن زول يا أخواننا عمل حادث، هنا الراس مفلوك، وهنا الله يكرمك ويحفظك البتاعة دي مقلوعة، وعنده ظفره هناك اتقلع. يجيك واحد دكتور يقول لك: زحيح، أنا قريت سيربون وعندي زمالة في بين وبتاع، وأنا دكتور كبير، زح نعمل جراحة. ها جراحة وين عليك؟ الله شوفوا لنا دكتور سريع سريع، جيب الدريبات، جيبنا أي حاجة. بدأ يمسك في الأصبع، ده مش بتقطع رقبته هو ذاته؟ ده مش بليد؟ الأكبر الراس دي، الراس ده تخيط ولا تعمل له رقعة ولا مصيبة الزمان ولا تمسك الظفر؟ ده مش الدكتور ده مفروض طوالي يدو جلدة ويسحبوا منه طيب وأي حاجة؟ كويس؟ الآن عندك رأس الأمر شنو؟ العقيدة التوحيد. يا إخوانا أنا بخش الإسلام بشنو؟ بالشهادتين. إذا بتقول لا إله إلا الله معناه لا يستحق العبادة إلا الله، وبتقول يا بقبة اللبنية أكتب لي حجاب من راسي لكرعي. فهمت؟ هل انت مسلم الان؟ ما عندك علاقه بالاسلام. انا اذا ما وريتك الموضوع ده بكون غشيتك. اذا كلمتك في الوضوء، كلمت لك عن الجنه، كلمت لك عن غيرها من مسائل الدين الصحيح وهي مسائل مطلوبه، وما كلمتك عن الشرك
الواقعين فوق الناس وانت بتحيي في ابشره وداك بيحيي في التجاني، انا اكون غشيتكم وغشيت المسلمين. اول مساله تتكلم عن التوحيد، اول مساله، وربنا بيغفر لك ذنوبك كلها، ده من حسنات التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفر. فاوعك تبقى مع الجماعه دي. لسه انا اديك كلامه. قال: انا كنت مع راعي الذبيح فداءه. راعي الذبيح ده منه؟ اسماعيل يعني. قال: وما نزل الكبشان الا بفتوتي. يعني الله سال منه استفتاه، وده لازم قوله انه الله جاهل. عشان كده انا بقول الشباب الخشوا لنا ديل يا اخواننا، شباب قد يكون خشوا بحماسه، قد يكون غشوهم بغيره، لكن ما عارفين المنهج بتاع الصوفيه والاخوان المسلمين، ما عارفين. وغدا الانسان يكون ما عارف، اخواننا ده ما عيب اذا كان بيتعلم. ما غدا انا اكون انا في يوم من الايام كنت ما عارف انصار السن، وكنت بكورك وبعرك زي العرق ده في انصار السن، وبدافع عنهم وبزعل وكده. لما عرفتهم رجعت، ده ما عيب، ده بزيدك انت قوه قدام الناس، فهمت؟ لكن لما تعرف الحق وتاني بعد ذاك تجي تكذب عشان تمشي الباطل، دي مشكله هنا. طيب، قال: انا كنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه الا بتفلتي. قال بسخ في عين يعقوب توف، فهمت؟ قال: انا كنت مع ادريس لما ارتقى العلا واقعدته الفردوس احسن جنتي. انا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي. موسى عليه السلام العصا ضرب بها البحر وبقى في شارع. قال: عصا موسى دي عباره عن سكن هان الاصلي عندي انا. قال ده القادر والله جل. قال: وموسى عصاه من عصايا استمدتي. ولا استمدت دي جايه من شنو؟ لما تشيل الالف والسين والتاء تمرقها برا وتشيل التاء بتاعت التانيث تشيلها برا بتبقى الفعل شنو؟ مد. مد معناه شنو؟ مد معناه شنو؟ معناه شال من عنده واداه، مش ياهو؟ ولا في كلام برضه، ولا بتحتمل، ولا فيها خنسه ثاني، ولا في كبسوله، ما في، ده كلام واضح. فقال: العصا بتاعت موسى شال مني. قال: انا كنت مع ايوب في زمن البلاء وما برئت بلواه الا بدعوتي. دار يطلع الانبياء مشركين. ربنا قال: وايوب اذ نادى ربه، سوره الانبياء. قال: انا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا. اللي يتكلم في المهد دي ربنا قال: ويكلم الناس في المهد وكهلا. قال: اللي يتكلم في المهد ده ما عيسى، ده تكلمت انا. قال: واعطيت داودا حلاوه نغمتي، انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكرين، انا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، انا العاشق المعشوق في كل مضمر، انا السامع المسموع في كل نعمتي. وطبعا العشق يا اخواننا ما يقال في حق الله او في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لانه العشق العلماء قالوا يقال لما ينكح. يعني انت لما تعرس مرتك او انت تقول لمرتك، الاثنين تقولوا لبعض انا بعشق، دي ما فيها اشكال. لكن ما بتقول انا بعشق الرسول زي ما بيعملوا الصوفيه في قناه الكوثر، كذابين. عندهم مذيعه قالت الرسول بيجي قايل معنا في اذاعه الكوثر، والله اجت موثق بالدقيقه والثانيه، قاعد كتاب لي يا اخونا مزمل اسمه اذاعه الكوثر في ميزان الشرع المطهر، فهمت؟ وغيرها من الضلالات. المهم قال: انا العاشق المعشوق في كل مضمر، وانا لو الزمت به لازم كلامه ده والله كلام شين جدا. قال: انا السامع المسموع في كل نعمتي، انا الواحد الفرد الكبير بذاته، انا الواصف الموصوف شيخ الطريقه. دي الصوفيه. انت قال الصوفيه مبتاره واللي بياكلوا حق الناس ده شرك، لكن ده ما يهو، ده شالوا من وين؟ قال لي داري اوريك انه اللي بيقولوا الكلام اللي ما مفهوم وقال للطلبه فاهمين حاجه، الكلام ده جابوه من وين؟ شيخ البرعي اسمه عبد المحمود نور الدايم. الكتاب ده كله البرعي ألفه من كتاب زهير الرياض. قال: ويكتب، ده عبد المحمود نور الدايم قبطه في طابت. قال: ويكتب لمن به حمى هذه الأسماء: شقش، شقموش، نموشلخ، راعي المنخ، العجل الساعة 2 فتروح الحمى. فهمت؟ أسيدي بتروح الحمى ولا بتجيب لك حمى ذاته؟ فده كله لعب يا أخوان، ده كله من اللعب. طيب، قال في البداية جاي استهتر، قال: انتوا السلف الصالح او تابعين للسلف الصالح. نحن ما السلف الصالح. السلف الصالح زي ما قلت لك قبل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه واتباعهم باحسان. قال: اتكلم عن شهاب الدين السهروردي. ما تكلمنا عنه. ومنو ذاته يا اخي؟ السهروردي ولا ما السهروردي؟ وشنو يعني؟ طيب، قال رد على ناس وما رد على ناس. شوف انت لو رديت على اي بني ادم
لو رديت على اي بني ادم جبت باطل ما بنخليه. وقال العالم عباره عن ضوء والعالم طالع قال من الله. العقيده دي اخونا هوي دي عقيده النصارى، والله دي عقيده النصارى. ربنا سبحانه وتعالى لما كفر النصارى ليه كفرهم؟ ليه؟ لانه النصارى قالوا عيسى ابن الله، عيسى ابن الله. ربنا قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. ربنا قال لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. النصارى قالوا 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 عيسى من الله ونور من الله. فالكلام ده كلام النصارى يا اخونا، انت ما تنجر ساكت. قال الحركات اللي بتكاتل هي حركات اسلاميه زي حماس وفتح، بعد ذاك بقى يبرر لحماس ونسى فتح، لانه فتح هي شنو؟ هي علمانيه، ولعله يكون نسى. اما حماس شوف شوف ربنا قال ربنا قال واعدوا لهم، لانه قبيل اخوك ذاك قال لازم شنو نتبع شنو يا اخواننا؟ الكتاب وشنو؟ والسنه صح؟ في الجهاد نتبع الكتاب والسنه ولا نشتغل ساي؟ حركه حماس دي حركه حماس، نحن عشان يكون جهاد ده صحيح لابد تعد العده، لابد تعد العده. ان اليهود والنصارى النبي عليه الصلاه والسلام ما قاتلهم ابتداء، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين ابو جهل كافر ولا ما كافر؟ كافر ولا ما كافر؟ كافر. النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا ولا ما قاتلوا؟ قاتلوا بيتين بعد ما رب الناس. ربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي. اذا كان نحن الى الان اللي هو الشباب الاثنين ديل الدايرين يجاهدوا ويمدحوا في حماس والجهاد في سبيل الله بينادوا ابشروا وبينادوا التجان، يعني يجيك العدو ذاك شايل له ام 16 وبلاوي ومصايب واسلحه نوويه ونحن بننادي في ابشره، يا ابشروا ابشر بحلنا، والله ذاك يفيك فينا يفيك شرع ما يمرق منك ليوم الغيام. دي القوه هنا ابشر ابشر قوه. الناس في الشرك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار ليه؟ لانه كان عندهم بدل ابشر عندهم اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى، والمشركين الاوائل ما كان بيقولوا زي الكلام اللي بيقولوا البرعي ده. ودي كلها اسئله احنا بنزلك منها، رايك شنو في الكلام اللي قاله سيد قطب؟ وهنا في نقطه قال عن سيد قطب، قال سيد قطب لا قال سيد قطب صلى قال بالناس وجا مدير الجامعه دي برضه كبسوله جديده، وقال معناها انت ما عارف تاريخ الاخوان المسلمين. سيد قطب قال صلى بالناس في الجامعه ها؟ ولا حسن البنا؟ لا هو يتكلم حسن البنا ده قال سيد قطب، حسن البنا قال حسن البنا قال كان صوفي حصافي صح في مذكرات الدعوه والداعيه من صفحه 17 وانت ماشي لقدام، فهمت عارفينها الحمد لله. هو صوفي حصافي وكان بيمشي للقبور وكان بيمشي للشيخ الحصافي ويزور القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وحسن البنا بيمشي يفعل فعل اليهود والنصارى، تباري لك ناس بيباروا اليهود والنصارى. اما مساله حسن البنا ولا غيره، نفترض انه قال حسن البنا، حسن البنا قال يعني قرا جامعه وجل الاستاذ وقدام جامع وصدق لهم جامع، يا اخي ده كله كلام ساكت. اول حاجه لو قلتها برضه في حسن البنا، حسن البنا الاتجاه بتاع الطريق الحصافيه ما اخذ الطريق الحصافيه الا لما بقى استاذ في دمنهور في دمنهور، فدي برضه كذبه. واما اذا كانت لسيد قطب، سيد قطب ما رجع لاتجاه الاسلام، كان علماني سيد قطب، ما رجع لاتجاه الاسلام الا في اواخر حياته بعد ما بقى خريج الى اخره، فدي على القولين كذب، لو حسن البنا كذب كبسوله، ولو على قول سيد قطب برضه شنو؟ برضه كبسوله، احنا ما بهمنا، صلى بالناس وجمعهم وكده، لكن زول ضال، زول مبتدع، فهمت؟ زول بيقول فلنجتمع جميعا على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه، نشيله برا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، نشيلها برا. وكل الأدلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نشيلها برا، لأنه حسن البنا قال نحن نمشي مع بعض. منهج باطل. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.